احتفاء بالذكرى السنوية لتحرير حلب على يد الجيش العربي السوري، أقامت منظومة البابل التعليمية حفل تكريم للمتفوقين في نادي الاتحاد في حلب. متفوقين حلب هذول نموذج فقط من طلاب مدينة حلب، لكن حلب تتميز اليوم بهالسلة المتفوقين الذين يتم تكريمهم اليوم، ولنا الشرف أن نمثل السيد وزير التربية الدكتور دارين طباع بهذا الحفل، وبكل فخر نحتفل بتخريج هذه الكوكبة من الطلاب المتفوقين والمتميزين من مدارس حلب. التكريم هو دائما حافز للنجاح، أولادنا وبناتنا وقت اللي بيحسوا أنه في حدا عم بيقدر تعبه، في حدا عم بيحس بمجهودهم اللي بذلوه واللي تعبوه، أكيد بيكونوا سعداء وبيكونوا فرحانين وبيقدموا أكثر وبيعطوا أكثر. الحفل شمل تكريم الطالبة الأولى على مستوى سوريا في الشهادة الثانوية، إضافة للمئات من المتفوقين في الشهادات الثانوية للفرعين الأدبي والعلمي والتعليم الأساسي. كله توفيق من رب العالمين، يعني نحن صحة ابنا واشتغلنا كتير وكتير درسنا وسرنا كتير ليالي، بس بالأخير الواحد في كتير عوامل إضافية بدها تأثر على نجاحه، سواء كان من مساعدة لرفقاته، رضا أهله، رضا رب العالمين، صلاته، كتير قصص. فتوفيق رب العالمين هو الأساس كل شيء بصير معنا. كتير شيء مهم لأنه بهاليوم هذا اليوم بيتوج كل شيء، منظومة البابلي لسنين كتير عم تشتغله، وكل سنة عم تشتغله ورح يكون هالتفوق تشوفه كل سوريا. هذا النجاح يعتبر كتير نجاح مهم ومعنوي بطريقة منظومة البابلي عم تعمل شغل كبير مدينة حلب، ونحن بنفتخر بمنظومتنا وإن شاء الله بقادم الأيام طالع أجيال ورا أجيال وأنجح ورا أنجح ودكاترة ورا دكاترة إن شاء الله. الحفل شهد تفاعلا من قبل أهالي الطلبة، إضافة لنجوم الدراما السورية والعربية الذين شاركوا المتفوقين فرحتهم. لما أنا بشوف على مواقع التواصل الاجتماعي قديش في أطباء وقديش في مهندسين عم بيهاجروا ويطلعوا لبرا، قلبي بيتقطع. بس لما بشوف الجيل الجديد المتعلم الأدمغة الكبيرة اللي نحن منفتخر فيها واللي هي حتساهم مساهمة كتير كبيرة ببناء سوريا. هذا تكريم وسط احتفالات حلب بالذكرى السنوية لتحريرها من الإرهاب رسالة قوية بأن التعليم والتربية مستمرة على الرغم من جميع محاولات المجموعات المسلحة بإيقافها. أنس رمضان، الإخبارية السورية، مدينة حلب.